أشهد أن لا إله إلا الله في مجال العقيدة ورود أسماء الله الحسنى، تحتل هذه الأسماء الحسنى، تحتل الأسماء الحسنى الريادة بلا نزاع، تجلى ذلك في القرآن الكريم كله، فعدد ورودها مجتمعة يفوق 3800، حوالي 30 بعد 100 8 بعد 1000 3. كما أن انتشارها مهيمن، ما ترك مساحة إلا وكان فيها حاضرا. والسر في هذا الحجم وذلك الانتشار يرجع إلى أمور عظيمة ومعاني نفيسة، منها أولا أولى الأولويات معرفة الله وأسماؤه أرحب بوابة لذلك. قضية أسماء الله الحسنى وإن حظيت بالعناية من قبل الأمة لكنها عناية في بداياتها. ثانيا، أسماء الله الحسنى جمعت أصول العقيدة جميعها، إذا تتبعت كل اسم وجدت أصولا تحته. رابعا، في أسماء الله تعالى العبادة والخضوع، بل هي أعظم ما يتوسل به إلى الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم تتفاوت أسماء الله الحسنى من حيث ورودها في القرآن تفاوتا ملحوظا، فاسم الجلالة الله ذكر حوالي أكثر من 2700 مرة، وبعض هذه الأسماء ذكر أكثر من 100 مرة، وبعضها ذكر عشرات المرات، وبعضها ذكر مرات، وبعضها ذكر مرة واحدة، وبعضها ورد في السنة ولم يرد في القرآن الكريم. وأنا هنا ذهبت إلى مسألة توقيف، توقيفية هذه الأسماء. طيب، يمكن أن نسجل هنا في دقيقة. أولا، إن ورود اسم من أسماء الله الحسنى مرة في القرآن يجعل له شأنا، فكيف إذا ذكر عشرات المرات؟ فكيف إذا ذكر 100 المرات؟ فكيف إذا ذكر 1000 المرات؟ ثانيا، إذا نظرنا في ترتيبها حسب الورود في القرآن وجدنا في الصدارة اسم الجلالة، وقد سبق الحديث عن ذلك. ثم بعد اسم الجلالة يأتي اسمه العليم، لعجيبة، ليطرد الأمر، مصطلحات العقيدة مصطلحات العلم، يطرد الأمر في أسماء الله عز وجل من جديد، يأتي العليم متقدما باقي الأسماء، وفي هذا تعظيم الله الذي لا يخفى عليه شيء، وفيه كذلك الدفع قوي ليتعلم الخلق، وكلما تعلم الخلق ارتبطوا بالخالق، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. بعد العلم يأتي الرحيم، وإذا ضممنا إليه الأسماء من جنس الرحمة، من مثل الرحمن والغفور والعفو إليه، عظم أمر هذا الخلق، وهذا الورود متناسب مع رحمة الله وساعتها. ثم فيه كذلك تأصيل قوي إلى أن الرحمة بعد العلم من أعظم ما ينبغي أن يرسخ في الأمة. خامسا، بعد الرحيم يأتي اسمه الحكيم بحجم ورود كبير، فهو سبحانه الموصوف بكمال الحكمة، ولا شك أن الحكمة تتأسس على أمرين، على العلم المحيط والرحمة الغامرة، فلذلك جاء اسمه تعالى الحكيم بعد العليم والرحيم. فإذا كان اسمه تعالى العليم موجها للنهل من العلم والاجتهاد للرسوخ فيه، وكان الرحيم موجها للاتصاف بالرحمة وبثها في العالمين، فإن في اسمه سبحانه الحكيم توجيها إلى حسن تنزيل آيات الله وفق الأولويات الربانية والمقادير الإلهية. لأقولها هنا في كلمة واحدة ختاما، وفي هذا يتضح، بعد هذه الأسماء تأتي أسماء الله تعالى التي تحمل الشدة والغلبة والقوة، وقد وردت بأعداد قليلة، وفي هذا يتضح منهج القرآن في الدعوة والإصلاح المؤسس على العقل والبرهان وعلى الحلم والرحمة ثم على السلطة والنظام، وبهذا الترتيب بالضبط، ولكل أساس مقدار، ونسبة الأساس الثالث يعني السلطة والنظام إلى الأساسين الآخرين كنسبة 1 إلى 100.